حقيقة تعتبر مشروع السلة الغذائية من أفضل المشاريع والمبادرات التي قامت بها الحكومة وتحديدا وزارة التجارة، لأنها مشروع ساهم في توفير أغلب مفردات بطاقة التمويل تحتاجها العالم من أفضل المناشئ ومن أرقاها، إضافة إلى أنها ساهمت في انخفاض الأسعار بشكل كبير في السوق العراقية. كذلك نشكر الجهود الكبيرة التي قامت بها كافة موظفي وكوادر وزارة التجارة وعلى رأسهم الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لأنهم حقيقة جنود المجهولون الذين قاموا بدور كبير في خدمة المواطنين وتوفير الأمن الغذائي لجميع أبناء الشعب العراقي. ولكن في نفس الوقت نحن نطالب ونناشد بأن تكون السلة الغذائية منتظمة في مواعيدها، وأن تكون زيادة أعداد المفردات هذه السلة، وأن تكون زيادة خلال فترة زمنية محددة، وخصوصا شهر رمضان المبارك الذي يقبل الناس فيه على التبضع وشراء المواد التي يحتاجونها. والله هي تجربة كلش حلوة على قبل عن شهر رمضان، وفادت وزارة التجارة أيضا فادتنا وساهمت ويا أسعار السوق، لأن يعني السوق شوية غالي، شكر وزيت وطحين وتمن. ايش تتعمل من وزارة التجارة؟ والله تعمل بكيت الله يقول يعني شوية زيت وحصة يوزعونا يعني شكر بقوليات كاملة بأسعار يعني رخيصة، والسوق هم شوية أسعاره غالية. تعتبرها تجربة ناجحة؟ تجربة ناجحة إن شاء الله.